زاهر الإسعاف الإسرائيلي يعلن عن مقتل مصاب إسرائيلي جراء سقوط صاروخ بالقرب من مدينة عكا خلال الساعة الأخيرة، كذلك يتحدث عن مصاب آخر نتيجة لهذا الصاروخ. في المحصلة يتحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق نحو 60 صاروخا في الرشقة الأخيرة، في الرشقتين الأخيرتين في الأحرى، نحو 30 صاروخا باتجاه مدينة حيفا وعكا، ونحو 30 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى. في المحصلة هذه الصواريخ الستون أطلقت خلال 7 دقائق، هذا أعلى أو الوتيرة الأعلى خلال الأيام الماضية من استهدافات حزب الله.